شهدت مصر حفل زفاف هو الأضخم في عام 2021، وذلك هو حفل زفاف نور المرشدي ابنة محمد المرشدي على أمير عبد الوهاب، والذي أقيم في القاهرة، وكان وراءه العديد من التفاصيل المثيرة والتي تجعله الزفاف الأضخم نظرا لتجهيزاته الكبيرة وتكلفته المرتفعة، والذي حضره كوكب من صفوة المجتمع والمشاهير. هنشوف بقى ايه التفاصيل، لن تتخيلوا ايه اللي حصل فيه. عائلة العريس معروف انها تمتلك بنك كريدي اجريكول في مصر، واربع نجوم مشاهير جدا احيوا الحفل، وهم راغب علامة ونانسي عجرم وحمو بيكا وتامر حسني، وهنشوف أجورهم المرتفعة بعد شوي. حفل الزفاف اتكلف 3 مليون دولار، يعني حوالي 50 مليون جنيه مصري، وأشرفت على التجهيزات شركة باز إيفنت لوليد الباز، وهي من الشركات المصنفة عالميا في هذا المجال. تجهيزات الحفلة تم استيرادها من لبنان، واستعانوا من مصر بمعدات من شركة فوكس لايك لطارق صبري، أما باقي التجهيزات فكانت من شركة باز إيفنت. وأقيم الحفل في منزل من منازل عائلة المرشدي بالقطامية هايتس. حصل راغب علامة على أجر، تخيلوا كام؟ 65,000 دولار. طب نانسي عجرم؟ قيل أن نانسي عجرم حصلت على 60,000 دولار. طب تامر حسني؟ قيل أنه حصل على 400,000 جنيه. أما حمو بيكا فحصل على 35,000 جنيه. طبعا معروف أن رجل الأعمال المصري الشهير محمد المرشدي هو عضو مجلس الشيوخ. أيضا كان من بين الحضور بالوسط الفني تامر حسني طبعا لأحياء الحفل، وزوجته بسمة بوسيل أيضا حضر بعض الفنانين. أما بقى اللوكيشن بتاع الزفاف، فأشارت وسائل إعلام محلية إن تم بناؤه في خلال 3 أشهر، 3 أشهر بيبنوا في اللوكيشن بتاع الفرح، تخيلوا. أما بالنسبة لدعوات الحضور فكانت عبارة عن فيديو يرسل للمدعوين ويتضمن دعوة أهل العروسين لزفاف نور وأمير مع موقع حفل الزفاف في القطامية هايتس. طبعا دي تقليعة جديدة، أعتقد كتير هيعملوها دلوقتي. أيضا نشر راغب علامة صورا من الحفل عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلا: وعادت الأفراح وسترحل كورونا، وسنفرح ونغني ونعيش الحياة بجمالها. وأضاف: ألف مبروك للعروسة القمر نور المرشدي وعريسها أمير عبد الوهاب في فرح الأفراح بمصر الحبيبة، فرحنا وغنينا وسط آلاف الأشخاص، الحمد لله ابتدت الحياة تعود لطبيعتها. طبعا كان في مشاركة عدد من الفنانين في الحفل أثار بعض اللغط، وذلك لأن كان في نفس اليوم في جنازة الفنان الكبير سمير غانم الله يرحمه، ولكن كان في بعض التبريرات، ومنهم تبرير إلهام شاهين وهالة صدقي اللي فعلا ما حضروش، وهنشوف تبريرهم دلوقتي. أثارت الفنانة إلهام شاهين ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما قيل عن حضورها حفل زفاف أحد رجال الأعمال في الجونة
بعد أن تواجدت في صباح نفس اليوم في جنازة الفنان سمير غانم. وكانت إلهام شاهين قد تعرضت لانتقادات حادة في وقت سابق بعد تكرار نفس السيناريو بعد ظهورها في مقطع رقص مع الفنانة رانيا يوسف بعد وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد. وأوضحت إلهام شاهين موقفها بعد الضجة التي أثيرت حولها تجاه هذا الأمر قائلة: أنا ما حضرتش أي أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة بالأمس، وإن الصورة التي يتم تداولها في الجونة كانت قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم. وبحسب العربية دوت نت، قالت إلهام شاهين إنها كانت تتواجد في الجونة بصحبة مجموعة من الأصدقاء السوريين. وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم، عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن. وتابعت إلهام شاهين: محدش له الحق إن يقيم مكانة زميلي عندي، وذلك في ظل ارتباطها بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الراحل وزوجته دلال عبد العزيز، والتي تركض في المستشفى بالوقت الحالي. وقالت: محدش يقدر يقول أني حزينة أو مش حزينة على فراق أحد من زملائي. وكان كثير من الجمهور قد هاجم الفنانات بسبب عدم مراعاة مشاعر أبناء وزوجة النجم الراحل سمير غانم بعبارات عتاب ولوم، ومنها: جرحكم بيلم بسرعة أوي. للأسف محدش بيعذر حد، والناس بتحب تلقي الاتهامات بسرعة حتى قبل ما تعرف الحقيقة. وهذه الصورة اللي أثارت الجدل: إلهام شاهين وليلى علوي مجرد ما عرفوا بالخبر رجعوا مصر عشان جنازة سمير غانم. ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة لبلب عن تفاصيل حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل مساء أمس الجمعة 21 مايو 2021 بمدينة الجونة، بعد ساعات من مشاركتها في جنازة الفنان الراحل سمير غانم وتوديعه حتى مثواه الأخير. وقالت لبلبة للوطن في أول تعليق منها على الواقع: أنا موجودة في الجونة منذ ليلة الخميس لحضور حفل الزفاف، خاصة وأن أسرة العريس جيران ليا من 33 سنة ويقيمون في الشقة المجاورة لشقتي بمنطقة الدقي، ويعتبرونني جزء لا يتجزأ من العائلة، وأنا أعتبر نجلهم بمثابة ابني بالظبط. وأضافت: بمجرد علمي بنبأ وفاة سمير غانم عدت للقاهرة، وكنت أعتزم الاعتذار عن عدم حضور حفل الزفاف، إلا إن أهل العريس شددوا علي وعلى ضرورة حضوري وحجزوا تذكرة طيران ليا من القاهرة للجونة. وبالفعل عدت إليهم مجددا وجلست على الطاولة التي تجلس عليها جدة العريس، مما يعكس عمق العلاقة بينا. وسرعان ما غادرت حفل الزفاف بعد أقل من ساعة على بدايته. وبسؤالها عن المقطع المتداول لها التي بدت مظاهر الفرحة واضحة عليها أثناء إحياء الفنان عمرو دياب لحفل الزفاف، ردت قائلة: ما حصلش، كنت أحيي والد ووالدة العريس وقت وجودهم على المسرح، لكن ما رقصتش مثلا أو اتحركت من مكاني، أنا سبت الفرح وعدت إلى محل إقامتي. وحينها تلقيت اتصالا من فريق إعداد برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب كي أجري مداخلة هاتفية معه عن سمير غانم، ولم يكن هناك موسيقى أو مظاهر فرح وقت إجرائي للمداخلة. وتابعت سمير غانم: عشرة عمري وجمعتنا العديد من الأفلام، كان يتمتع بأخلاق سامية وحرصت على توديعه
حتى مثواه الأخير، وهو الأمر الذي لم أفعله في حياتي سوى 3 مرات، إحداهن مع والدتي رحمها الله، والمرتين كان للمخرج الراحل عاطف الطيب والفنان الراحل محمود عبد العزيز. يعني أدي هنا صورتها مع إلهام شاهين في جنازة سمير غانم، يعني الناس بدل ما يمدحوها إن هي صاحبة واجب، لا هجموها وهي كانت في الجونة، رجعت من الجونة للقاهرة عشان الجنازة، وبعد كده راحت من القاهرة للجونة في نفس اليوم عشان تقعد ساعة واحدة في الفرح وبعد كده ترجع لمكان إقامتها. ناس ما بتعذرش.